أعتقد أن الزوايا مفتوحة، ماشي مجال مغلق، الزوايا مفتوحة، واللي يحب يزور الزوايا يروح ما ينجموش يردوا. الزوايا يعني يزورها الإنسان المؤمن والطايع والعاصي، حتى العاصي يقدر يزور الزاوية، ياك وحتى الكافر مفتوحة الزوايا. أنا ما بلغنيش أن السيد شاكيب قائم بحملة انتخابية ولا يتكلم في السياسة. أنا يعني لأن اللي يزور الزاوية، الزاوية مثل المسجد، يزورها الإنسان إما يدعو الله سبحانه وتعالى أو يعلن عن توبته إذا كان، أو يرجو يعني تبرك من أهل الزاوية.